المنتظرة قبل ترحب كريستيانو لازم يسمع صوتهم لازم يسمع صوتهم كريستيانو تفضلي فاطمة Hello, Ronaldo. Hello. Welcome to your new home. And how does it feel to finally be here? Allah. Welcome, Cristiano. Thank you. يبي يتكلم معكم. عطوه فرصة. حاب يتكلم معكم كريستيانو نسمع مع بعض يلا نسمع مع بعض هنرجع نحييه كمان مره ثانيه يلا فاطمه كريستيانو tell us how does it feel to finally be here well for me it's a pleasure to be here it's an honor I feel yesterday the welcome that they give to me to my family And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رايك بالاصفر علي يا تركي ليك بقى؟ جميل. وش رايكم بالاصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. يلا نسمع سؤال ثاني كمان لكريستيانو رونالدو مع فاطمة يلا فاطمة كريستيانو now that you're finally here tell us what do you hope to achieve in Saudi Arabia well what I expect to achieve it's to make people happy to enjoy myself to help the country to be better and better and better not only a football men's but always the feminine football which is the people don't know I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. Cristiano جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم. تركي, وانت تترحب فيهم. احنا بس نكون مع بعض علشان بس اليوم ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو طيب نرحب مع بعض والله ما الومكم والله ما الومكم نرحب مع بعض مع ابطالنا مع كريستيانو نكون مع بعض ابطالنا جمهور النصر جمهور العالمي استاذنكم بس تسمحوا لي مع بعض خلونا نرحب سيداتي سادتي ببعض أفراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعة من براعم النادي من أجل أخذ صورة مذكارية مع كريستيانو رونالدو حياهم الله تفضل We are pleased ladies and gentlemen to welcome another women's and youth to pose for a memorable photo with Cristiano please join us يلا نحييهم مع بعض
Wonderful. كانت هذه صورة تذكارية لسيدات النصر، فريق سيدات النصر، وكمان براعم النصر، وكمان شباب النصر، وقبلها التقاء نجم بنجوم فريق النصر. الآن نرحب. الآن نرحب مع بعض. نرحب مع بعض. أتوقع بنرحب بعد شوية الحين. كريستيانو بليز. كريستيانو راح يوقع الكور ويضرب 7 كور اليوم بالملعب. وهو سويناها هذا. هو خلينا في الدنيا. المفروض رفع الشكوى لله. هذه كورة مقدمة من اللاعب كريستيانو. طبعا هذه الكرات 7 كرات مقدمة من نجم كريستيانو لجمهور النصر الحاضر. 7 رقم كريستيانو، 7 كرات موزعة على الملعب عزيز عليها توقيع نجم كريستيانو الغالي. بلا شك ان الجمهور يستحق هذه الفرحة. اليوم كريستيانو رونالدو هو اضافة كبيرة بلا شك لدورينا، اضافة كبيرة، وهو يلعب الواحد من اعرق الاندية في دورينا بلا شك. النصر الكبير، النصر الكبير. Thank you.
and congratulations to all those who got the balls. It's good, right? Yes, it was amazing kicks. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch Cristiano's family. نرحب مع بعض بعائلة كريستيانو رونالدو. تحية لعائلة كريستيانو رونالدو. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في مرسول بار حيث مقر النصر الكبير. Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana, and baby Bella. Welcome to Saudi Arabia. Hi. Welcome to Saudi Arabia. اهلا بعائلة كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. هذا التقديم الذي يليق بنجم كبير يستاهلون التحية بلا شك. Now we have the نسمع كريستيانو نسمع. I have the opportunity to say me and my family, we want to say thank you all of you for this support, for your welcome, and we're gonna give our best. Thank you everybody. Cristiano, any last words? Huh? The last word I forget already, but what I'm gonna say is انا عالمي. اقول لكم انا عالمي. ما سمعتوه؟ Again, excuse me. نسمع مع بعض. انا عالمي. انا عالمي. Thank you. يقول لكم انا عالمي. Thank you so much. Thank you. Thank you, Cristiano.